وعدتكم من زمان كده ان احنا نعمل انبوكسنج. يلا بينا نعمل انبوكسنج سوا. بسم الله يلا بينا. سالت ناس كتير جدا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب الكيسه دي ممكن يكون فيها ايه. ناس كتير جدا قالت لي كاميرا، ناس كتير قالت لي كروت شاشه. يا جدعان وانا مش من حقي اي حاجه تانية غير كروت الشاشه والكاميرا؟ اي والله العظيم، والله العظيم ايه. ناس قالت لي كيبورد، في حاجات كتير جدا اتقالت لي. تعالوا بينا نشوف مين صح، عشان اللي هيطلع خمن صح هيكسب معانا كيبورد. لا ده 3000 جنيه ده، ده نشيلوه على جنب، ما ينفعش ده. المره الجايه ان شاء الله هيكسب معانا كيبورد. الاولى 2088. تعالوا بينا نعمل انبوكسنج الاول الحاجات دي ونشوف مين سعيد الحظ اللي كسب معانا. صراحه انا مش عاجباني الوضعيه دي، ما تيجي نغير الوضعيه دي عشان خاطر تبقوا شايفين كل حاجه. يلا بينا. ده شكل الكيسه يا جماعه. طبعا قبل ما نتكلم ايه اللي جوه الكيسه، حاول اديكم كده هنتات بسيط عشان تبداوا تتوقعوا ايه الحاجه اللي في الكيسه دي. طبعا هو مش باين قوي لان في ميرور، ممكن اظبطها بقى بالمونتاج او كده، بس هو عموما مكتوب الشناوي. اللي ما يعرفش الشناوي هيعرف ده. يلا بينا نعمل انبوكسنج ونشوف ايه اللي جانا. نبدا بالصغير ولا الكبير؟ تعال بينا نبدا بالصغير. تعال بينا نبدا بالصغير الاول، حبه كده وحبه كده. يلا بينا. اول حاجه جالي باور بانك. الباور بانك ده من شركه شاومي، كان نفسي اجربه الصراحه من زمان جدا. 10000 ملي امبير. ما جاليش ال 20000 لسبب واحد بس. صراحه انا اتسالت قبل ما يجي لي، يعني عايز ال 10000 ولا 20000؟ انا اخترت ال 10 لسبب واحد بس، ال 20 تقيل جدا. انا كنت مسكت مع واحد زميلي وعارف انه تقيل جدا، فصراحه 10 انا شايف انه مناسب جدا يعني. هتفهموا ليه بعد شويه. وده شكل الباور بانك بتاعنا، خفيف جدا صغير جدا، شايف انه مناسب قوي بالنسبه لشغلي وبالنسبه لسفري كل شويه. من احسن الحاجات اللي جت لي طبعا، مش احسنهم عشان لسه في تقيل جاي. جات لي ايربودز. الايربودز دي من شركه اونر، وكنت برضو مستنيها بقالي كتير لان في ناس كتير كانت بتطلب مني ايربودز باقل من 1000 جنيه. طبعا قريبه جدا من زيرو ديلي، ودي حاجه جامده جدا بالنسبه لحاجه اقل من 1000 جنيه، ودي عجبتني قوي الصراحه. اسمها اونر تشويس ايربودز اكس، لو حد عايز يدور عليها او عايز تشتريها ممكن بسيب لكم اللينك ليها في الديسكربشن، حد عايز يطلبها. الصراحه انصحك بيها جدا في الجيمنج وفي الافلام، ما خذلتنيش، وفي البطاريه جباره جباره يا جدعان. انا ممكن انساها مثلا 3 4 ايام استخدام وانساها وعادي ما تفصلش. فنصيحه مني، لو انت بتدور على حاجه اقل من 1000 جنيه، ايربودز اكس هي الاختيار المناسب. الصراحه مفيش اي حاجه دلوقتي هينفع اعملها انبوكسنج الا وهتاخدوا بالكم ايه اللي جالي بجد. يلا بينا نروح على فيو تاني، وبعد كده نتكلم عن الوحش الكبير قوي اللي جالنا في القناه وهيعمل اضافه جامده جدا. ايه الفيو الغريب ده؟ جاهزين للحاجه الجامده جدا واللي محدش توقعها، وانا متاكد من كده. طبعا قبل ما اعمل انبوكسنج، فانتوا عارفين ان انا عندي مشكله جامده جدا في الكاميرا. انا بصور بكاميرا التليفون من ساعه ما بدات، بقالي سنتين في اليوتيوب. التليفون بتاعي هو سامسونج اي 50، تليفون مش جديد خالص، ميد رينج دلوقتي حرفيا انعدم. شغال معايا حلو الصراحه، مش عايز ازعلك، ما تزعلش منه اي 50 يعني. الصراحه التليفون شال معايا كتير يا جماعه، ما ينفعش ان انا اقول عليه الكلام ده، بس فعلا خلاص يعني جاب اخره، جاب اخره بيحتضر خلاص. بس كاميرته حلوه زي ما انت شايف كده، يعني ما ينفعش نتكلم عنه الصراحه كلمه وحشه. فهو كان تليفون جميل جدا، بس خلاص يا جماعه وصلنا ليفل عالي جدا. شايفين الاضاءات دي، شايفين الديكورات دي، ولسه في ديكورات جايه، شايفين الزرعه دي، دي غاليه جدا. هبقول لكم على الاسعار في الفيديو الكامل بتاع السيت اب. شايفين انت كل استوديو، كل استوديو ما ينفعش انا بعد كل استوديو ده يبقى معايا بقى يعني كلام عادي. ترابيزه من ايكيا، ترابيزه يعني، في حاجات جامده جدا. استنى فيديو السيت اب يعني، انا رايي الصراحه نصيحه مني، استنى فيديو السيت اب، بلاش يعني بلاش احرق عليكم. فما ينفعش كل ده ولسه برضه بصور بكاميرا التليفون. فناس كتير جدا نصحتني اجيب كاميرا الصراحه، ودي حاجه انا كنت برشح لحد ما جربت كاميرا الكانون دي 800 وما خدتش منها احسن كواليتي الصراحه، زي ما جربت اجمد حاجه في حياتي، الايفون 13 برو ماكس. ايوه يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده، انا جالي ايفون 13 برو ماكس ال 256 جيجا. جماعه انا مش عارف انت حاسس باحساسي ولا لا، بس انا اول مره امسك ايفون في حياتي، تمام؟ يعني انا مش من الناس اللي بتحب ايفون، انا من الناس اللي بتحب اندرويد جدا وبرشح اندرويد. بس بعد ما جربت التصوير، بعد ما جربت الاستخدام، جماعه قبل فوق. وايفون 13 برو ماكس ما ينفعش ان انا اقارنه باي حاجه الصراحه يعني، بس كده يعني، ما اقدرش اقول اكتر من كده. طبعا كان نفسي اقول لكم ان تعالى نعمل انبوكسنج سوا وكده، بس انا عملت انبوكسنج من زمان جدا يعني. طبعا قبل ما بتديناش اي حاجه جوه العلبه زي ما احنا متعودين يعني من قبل، فده طبيعي يعني، ما تستناش اي حاجه جوه العلبه. علبه فاضيه بسم الله ما شاء الله، حبه مانوالز، العلبه حتى يعني عارف انت اللي هو تشيل تطلع جراب، ما فيش الكلام ده خالص، ما عندناش. احنا في قبل انت واحد دافع كده اهو، بس ما خلاص، ما هو بتاخده من غير اي حاجه حرفيا. ده شكل اللزقه اللي كانت عليه، كان في لزقه كده عليه هو، بس ده شكل التليفون. نرمي كل الهبل ده، تعالوا بينا بقى اوريكم اجمد حاجه مسكتها في حياتي، الايفون 13 برو ماكس. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، التليفون ده جبار. التفاحه ايه طبعا اللي مش شايفها، انا عارف ان انتوا مش هتشوفوها، تعالوا لما تشوفوها. بس هي عموما هي التفاحه هنا، انا منزلينها كده ويعني حاجات غريبه فمش باينه قوي الصراحه للاسف. الايفون 13 برو ماكس اجمد تليفون ممكن تشوفه في حياتك كلها، من حيث الكاميرا، من حيث التصوير، من حيث الاضاءات، من حيث خدمه العملاء. يا جدعان دول قعدوا معايا اربع ساعات عشان نحل مشكله طلعت المشكله عندي في الاخر. فبجد التليفون نقله تاريخيه، واحسن مليون مره بالنسبه لي من اي كاميرا، بالذات طبعا الكاميرا الخلفيه بتاعته الجباره. انا ممكن اخد صوره دلوقتي واوريكم، تعالوا بينا.
ناخد صوره سوا. ايه رايك ناخد صوره سوا؟ تعال بينا يلا بينا يلا. انا من متابعين. فطبعا التليفون جالي ما ينفعش يجي لي من غير اي طبعا. ايه ده انا ليه مسحت الصوره؟ لا تعالوا ناخد كمان صوره معلش. طبعا التليفون ما ينفعش يجي من غير حبه الحبشتكنات بتاعته. الجراب الصراحه انا ما رضيتش اجيب اللي هو الجراب بتاع الوايرلس تشارجنج عشان خاطر ما كانش حامل الكاميرات. الصراحه الكاميرات اهم حاجه بالنسبه لي، فاضطريت ان انا اجيب الجراب العادي. بس مش مشكله، انا كده كده مش محتاج لان انا معايا الشاحن الانكر ال 30 واط اللي ممكن يشحن لي مثلا البطاريه في خلال ساعه ونص او ساعه وربع حاجه زي كده من 0%. طبعا ما بوصلش 0% في الاغلب، بس فعلا انت دايما هتحس ان البطاريه مش بتفصل خالص معاك. التليفون ممكن يقعد معايا يومين حرفيا من غير ما يفصل. دي تجربه جباره. يومين استخدام كامل، اداء جامد، A15 بايونيك، انت عارفين البروسيسور ده جبار. فدي كانت النقله الجديده للقناه اللي حبيت اوريها لكم، وسبب ان انا ما اخترتش الصراحه كاميرا. يعني كنت حابب الصراحه اخليه بالايفون، وفعلا كان اختيار جامد جدا بالنسبه لي. حبيت اشاركه معاكم. طبعا الحمد لله قعدت ادور وما لقيتش حد قال في الكومنتس ولا اي حاجه، ما حدش قال لي مثلا سماعه ولا باور بانك، فزعلت جدا لان مفيش حد كذب. بس انا فعلا عايز اكسب الناس الكيبورد ده. استنى برده اجيب لكم الكيبورد عشان اختار ايه ده. شكل الكيبورد يا جماعه، صراحه انا عايز اكسب حد، فانا عايز اخد واحد من الكومنتس في الفيديو ده. الفيديو ده هينزل على اماكن كتيره، بس انا هاخد واحد من الكومنتس على يوتيوب، وهاخد واحد من الكومنتس على تيك توك، وهكسب واحد كيبورد، وهكسب الثاني كيبورد اولى 2066 بار. فتاكد ان انت لو ما اتفرجتش على الفيديو ده على يوتيوب او تيك توك تخش تعمل لايك للفيديو على الاثنين، سبسكرايب على يوتيوب، وفولو على التيك توك عشان خاطر تقدر تستفيد بالكيبورد ده، لان فعلا عايز اكسب اي حد. وعايز اشوف بقى الف مبروك والكلام ده وحبه الدعاوى الحلوه دي، عشان بجد يا جدعان يعني هزعل جدا لو حصل له حاجه بعد الفيديو ده. والله انا من اول ما بدات يوتيوب وانا عارف الناس بتفرح، وانا بفرح الناس جدا، الناس كلها عارفه كده ان انا بحب الناس الخير. فحبيت اشارك معاكم حاجه تاريخيه بالنسبه لي، لان القناه دي بالنسبه لي ليست مكان بجيب منه فلوس او حاجه زي كده، بل هي مكان انا بخلد فيه اي انجاز او اي حاجه حلوه حصلت لي في حياتي بحب اشاركها معاكم. فبجد اتمنى كل الناس يعجبها الفيديو ده. استنوا فيديوهات جامده قريب. سلام.